بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائنا الطلبة في حصتنا لليوم حل أسئلة درس أسماء الاستفهام. السؤال الأول: ميز الجملة الاستفهامية من غيرها فيما يأتي، ثم ضع علامة ترقيم المناسبة. واحد: من حفظ منكم القصيدة؟ علامة الترقيم هي علامة استفهام، وهذه جملة استفهامية. اثنين: من يدرس ينجح؟ هذه جملة شرطية وعلامة الترقيم النقطة. ما نتيجة المباراة؟ هذه جملة استفهامية وعلامة سؤال علامة الترقيم. أربعة: ما أقوله لكم صحيح؟ علامة النقطة علامة الترقيم، وهي ليست جملة استفهامية. ضع سؤال اثنين: ضع سؤال مناسب لكل مما يأتي باختبار أو باختيار اسم استفهام مناسب من بين قوسين: حسان بن ثابت، شاعر الرسول، في مكتبتي، إلى آخره. الإجابات: من شاعر الرسول؟ ونستطيع أن نقول ما حسان بن ثابت، لأننا نسأل عن صفة العاقل، تمام؟ نستطيع أن نقول من شاعر الرسول هو حسان بن ثابت. نستطيع أن نسأل ما حسان بن ثابت، يعني شو صفة حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه؟ هو شاعر الرسول. بصير الثنتين حسب أنا شو بدي المعنى. كم كتابا في مكتبتي؟ أين أقام فريقنا الوطني معسكرا تدريبيا؟ ما جارنا؟ يعني شو صفة الجار؟ جارنا الجار. كيف أو مهنته؟ كيف استقبل الرجل الضيفة؟ استقبله بسرور. السؤال الثالث: صوب الأخطاء الواردة في الجمل. صديقك من؟ السبيل لوصالك كيف؟ نحن عرفنا أنه جمل الاستفهام أو أدوات الاستفهام لها حق الصدر في الكلمة. يقف السائق عند الإشارة الضوئية متى؟ النتائج تعلن أين؟ الإجابات: من صديقك؟ لازم أنه تكون كل أدوات الاستفهام في بداية الجملة: من، كيف، متى، أين. السؤال الرابع: املأ الفراغ في الجملة الآتية على دفترك بالاسم الملائم من أسماء الاستفهام: ما، ومن، ومتى، وكيف، وكم. أين تقع أريحة؟ تمام، أين تقع أريحة. واثنين: كم مختبرا في مدرستنا؟ ثلاث: من مخترع الطباعة؟ وأربعة: ما أحب مدينة إليك؟ طبعا عندنا النشاط الخامس، وهو راح يكون عندنا واجب بإذن الله تعالى، ويعطيكم ألف عافية.